مؤكد ان في تفاصيل كتيره هنيجي ليها حلقه النهارده اللي فيها اكتر من جزء مهم، تابعونا لانه في اجزاء كتيره مهمه. لكن امبارح الاهلي عمل مؤتمر مهم جدا لتوقيع عقد رعايه الراعي الرئيسي للنادي الاهلي والراعي الرئيسي التكنولوجي للنادي الاهلي، شركه اتصالات مصر. المؤكد انه في تفاصيل عقد الرعايه وفي تفاصيل ما يشهده الاهلي من نهضه انشائيه كبيره جدا وتجهيز الهرم الاهلاوي الرابع. الاهلي خلاص بيدشن الهرم الرابع في القاهره الجديده. لكل هذه التفاصيل يسعدنا ان يكون معنا على الهاتف الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، مساء الخير على مشاهدين حضرتك ومتابعين حضرتك الكرام. تحياتي وكل التهاني بالفوز النهارده بابطال كره السله، بدايه بكره البطولات السنه دي، وبالعقد الرائع بتاع امبارح يا دكتور. يعني خلينا نهني التهنئه تبقى لاعضاء النادي الاهلي واعضاء جماهير مكان النادي الاهلي واعضاء وجماهير النادي الاهلي العظيمه اللي موجوده في كل مكان. ويمكن كان كابتن محمود النهارده على الرغم من ان احنا كان عندنا يعني جوله كبيره جدا وجوله شاقه في التجمع، قعدنا فيها اكثر من 7 ساعات موجودين في التجمع، لكن الكابتن محمود كان حريص ايضا على انه يتصل بفريق كره السله ويهنيهم على هذا الاداء الرائع والمبدع واللي ادخل السرور على جماهير النادي الاهلي، واللي الحمد لله ربنا وفقنا بان الفرقه توجت في بطوله المرتبط. وفي الحقيقه ده طبعا بينضم لسلسله الانجازات الرياضيه اللي يمكن كان بالامس القريب اخرها هو الفوز ببطوله السوبر اللي كانت مقامه في الامارات العربيه المتحده ايضا، وده كان واحد من اهم الكؤوس اللي كانت موجوده في الفتره الاخيره واللي استعدنا بيها كتير من سعادة جماهيرنا الكبيرة اللي موجودة في كل مكان. تمام يا دكتور، إنجازات ورا بعض، لكن أعتقد كمان الإنجاز الاقتصادي امبارح له دلالة كبيرة وتوقيع هذا العقد. تفصيلاته ورؤية حضرتك كخبير تسويق قبل ما تكون مدير تنفيذي للنادي. يعني خلينا دايما إن النادي الأهلي هو قائد هذه القارة الكبيرة اللي طبعا احنا بننتمي ليها في النطاق الجغرافي بانتمائنا الأول لجمهورية مصر العربية، وبالتالي أنت عشان النهارده أي نادي كبير بحجم النادي الأهلي على مستوى العالم لابد إنه يكون عنده حاجتين مهمين جدا، الإنجازات الرياضية بيصاحبها إنجازات مالية وأداء مالي قوي. الأداء المالي القوي ده بيرتكز في الأساس في كل أندية العالم الكبيرة على جزء كبير منه من عوائد الرعاية الرياضية، ويمكن العالم كله زي ما حضرتك عارف في النهارده بيروح يتجه ل 30% ممكن تصل في بعض الأحيان 35% من إيراداته بتيجي من عقود الرعاية، وبالتالي أنت بتبحث عن شركاء عندهم أيضا قدرات مالية مماثلة للقدرات المالية بتاعت مؤسسة النادي الأهلي اللي النهارده ميزانيتها لما تم إعلانها أعلنها النادي الأهلي أيضا من خلال برنامجه الموقر النهارده بنعلن تاني وبنكرر ان هي ميزانيه ضخمه جدا، هي الاكبر 3,87,000,000. هذه الايرادات لن تتحقق الا من خلال شركاء استراتيجيين عندهم الرغبه في استثمار القدرات اللي عند النادي الاهلي واستثمار قدرات العلامه التجاريه للنادي الاهلي. العلامه التجاريه للنادي الاهلي يمكن هي اكبر علامه تتمتع بالولاء، والكلمتين دولت مهمين جدا 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 في مبيعات الرعايه. عندما يكون لديك جمهور بحجم جماهيريه النادي الاهلي، وده بقى كلام ما يبقاش بالمشاعر والعواطف لان الرعايه لم تعد فعل خير لكنها استثمار. ويمكن الكابتن محمود الخطيب امبارح في كلمته في وقائع المؤتمر قال النادي الاهلي بيقدم فرص استثماريه لا يقدم علاقات يعني فيها فعل الخير زي ما كان بيحصل في الرعايه، مع بدايه تاريخ الرعايه اللي ايضا النادي الاهلي هو كان الاول فيها، هو اول نادي عربي وافريقي تم وضع اعلان ورعايه تيشيرته موسم 78 79، وده يمكن كان بادئ بمبلغ بسيط 300,000 جنيه. النهارده رعايه النادي الاهلي بتخش انطلاقه جديده مع شريك ايضا، شريك هو واحد من اهم يعني القطاعات الاقتصاديه، قطاع الاتصالات وهو الاكبر على الاطلاق في حجم انفاق الاسره المصريه. وبالتالي لما بيخش في شراكه مع النادي الاهلي هي الشراكه دي محسوبه من الطرفين ما هو العائد عن الاستثمار في دخول هذه الشراكه. لما يبقى عندك قاعده جماهيريه النادي الاهلي يعني وفق تقارير الاتحاد الدولي لكرة القدم للتاريخ والإحصاء بيقول إن النادي الأهلي يتمتع بأكبر نادي في العالم، بأكبر نادي له جماهير داخل موطنه، وبالتالي حجم الولاء اللي موجود ده زي ما احنا بنقول العلامة التجارية اللي جاية من المؤسسة الاقتصادية وهي اتصالات
عايزه تركب هذا الولاء، هذا الولاء لانه بينتقل ايضا جزء منه للعلامه التجاريه، واعتقد ان جماهير النادي الاهلي بشغفها الكبير بنجومها ولاعبيها واخبار ناديها على مدار ال 24 ساعه، ده بيخلي الشركه ايضا عندها محتوى رقمي مش موجود في اي حته داخل القاره الافريقيه الا عند النادي الاهلي. يمكن احنا بنتكلم النهارده مش ملاحقين على المستوى الرقمي بتاع النادي الاهلي، دلوقتي بنتكلم مع حضرتك في خلال يعني يمكن سواء يعني دقائق معدوده كان عندنا فوز ببطوله المرتبط، وهذا المحتوى محتوى رقمي سوف يتابعه جماهير النادي الاهلي على كل المنصات الاعلاميه، على راسها المنصات الاعلاميه المملوكه للنادي الاهلي، واللي احنا النهارده بنفخر ان احنا عندنا قناه النادي الاهلي هي القناه الرياضيه الاولى اللي تم انشائها، وبالتالي ايضا ظهور الراعي من خلال هذا المحتوى الرقمي هو معناه ان معدلات الوعي بالعلامه التجاريه بتاعته بتزيد، وبالتالي هيبقى عنده اكبر فرصه لظهور العلامه التجاريه، وده يمكن كان بيميز العلاقه المره دي مع شريكنا الجديد شركه اتصالات مصر. وفي الحقيقه يمكن شركه اتصالات مصر دخلت معانا مرحلتين تاريخيتين مهمين، المرحله الاولانيه اللي دخلت معانا فيها في عام 2011 دي كانت ايضا بدايه دخول الشركه للسوق، وكانت عندها من اهدافها الاستراتيجيه في الحقيقه ان هي تنشر الوعي بالعلامه التجاريه بتاعتها، لان نشر الوعي بيصحبه الاهتمام ثم الرغبه ثم عمليات الشراء للخدمات والخدمات المقدمه من الشركه. النهارده برضو في المرحله في العهد الجديد كان بحسن الطالع ان اتصالات بتمر ايضا بعمليه تطوير استراتيجي لشكل العلامه التجاريه بتاعتها، وكان فيها جزء كبير متطابق مع العلامه التجاريه للنادي الاهلي، هذا التطابق كان اهم جزء فيه هو اللون الاحمر، واللون الاحمر يعني القوه، اللون الاحمر يعني الرياده، اللون الاحمر يعني القياده في السوق، وبالتالي في تطابق ما بين العلامه دي والعلامه دي، فبالتالي هذا التماثل ممكن يخلي الاسواق المشتركه ما بينهم ايضا تقدر كل واحد فيهم يحقق اهدافه الاستراتيجيه من هذه الاسواق. ده حاجات كلها يمكن شويه في مفهومها بيبقى صعب على البعض شويه، لكن ده يوضح لك برضو قيمه العلامه التجاريه بتاعت النادي الاهلي هي الاعلى والافخم، محدش هيقدر يوصل لها لانك انت عندك مميزات وفرص تسويقيه مهمه جدا. لو احنا جينا على مدار تاريخ النادي الاهلي يمكن احنا برضو بنعمل حاجه يمكن ما بتحصلش غير في النادي الاهلي فقط، وما بتحصلش غير مع الانديه الكبيره اللي موجوده في العالم زي بايرن زي مان يونايتد زي مان سيتي زي ريال مدريد زي برشلونه، انك انت بتعمل عمليه قياس للرعايه. يمكن احنا النادي الوحيد اللي عنده ارقام دقيقه بتقول معدلات ظهور الرعاه قد ايه، احنا عندنا معدلات ظهور الرعاه في المباريات اللي بتبقى مع فرق منافسه لينا كبيره دي بتوصل 11.6 يعني 11 دقيقه و6 من عشره، فاعتقد ان ده النهارده بيقترب من معدلات الظهور اللي بتحصل في كبريات البطولات الكبرى، فده طبعا كل ده محسوب بالورقه والقلم، الداتا دي ما تلاقيهاش غير عند النادي الاهلي. النهارده لما النهارده تعلن وسائل التواصل الاجتماعي ان النادي الاهلي هو واحد من اهم 5 انديه عندهم تواصل على منصات التواصل الاجتماعي، ده اعتقد ان ده بينعكس على معدلات الظهور، بينعكس على شكل العلامه التجاريه اللي موجوده عند حضرتك، دي كلها ارقام. النقطه اللي فاتت يا دكتور، لان ده قياس جديد واعتقد رقم مش كتير يعرفه، انه حضرتك عايز تقول انه في المباراه الواحده اي راعي من رعاه النادي الاهلي اللي اسمه موجود على فانيله الاهلي او على الشورت مده ظهوره او فرصه ظهوره اعلانيا في المباراه 11 دقيقه و6 من عشره فده حضرتك ده طبعا بيبقى رقم كبير طبعا نحسبه وده برضو يعني اذا انت حضرتك سمحت لي احنا بنقدر نحسبه كمان، ده ان ده بيبقى مرتبط بعمليات، البعض يقول لك ما هو احنا بنذيع 90 دقيقه والاهلي بيذيع 90 دقيقه، بس خلي بال حضرتك الكاميرا بتروح ورا الاستحواذ على الكوره، فطبعا انت نتيجه لانك انت دايما بتفوز بالبطولات فمعدلات الاستحواذ بتاعتك بتبقى عاليه جدا، فمعدلات الظهور بالراعي بالضروره بتبقى عاليه. صحيح. هي عمليه حسابيه احنا بنعرف نحسبها، ده كله بينعكس على قيمه العلامه التجاريه. معدلات الاستحواذ ومعدلات الاحتفال حتى بالاهداف يعني. الاحتفال وبعدين كمان احنا دلوقتي يمكن احنا ذكرنا امبارح في المؤتمر قلنا ان النادي الاهلي هو اللي بيقود اي عمليه تطور في السوق بتاع الرعايه تحديدا، احنا كنا زمان كده من 5 6 سنين كنا بنشتغل على مده المباراه 90 دقيقه وبصاحبها استوديو تحليلي. النهارده المباراه عندنا بتمتد لل 24 ساعه
الصبح عندك تمرين ايضا موجود له محتوى رقمي، بعد التمرين عندك جلسات حواريه مع اللعيبه، بعد كده عندك الاخبار اللي بيتناول اللعيبه، كل ده انت عندك على مدار ال 24 ساعه محتوى رقمي، وعندك جمهور ضخم جدا عمال يتابع المحتوى الرقمي. فبدا يظهر حاجه تانية على كمان على قناه اليوتيوب بتاعت النادي، على قناه اليوتيوب بتاعت قناه النادي الاهلي، على قناه اليوتيوب بتاعت القنوات الرياضيه المتخصصه، بيحصل حاجه اسمها الريال تايم بيدنج اللي هو الاعلان في الوقت الحقيقي، وده الجديد في الرعايه، وده الجديد في تكنيك الرعايه، ان الرعاه بس مش عايزين كمان رعاتهم يظهروا بس على التيشيرت، ده عايزين مجرد ما الجمهور وهو بيتابع فيديوهات اليوتيوب دي بيظهر صوره الراعي تاني، فبالتالي على مدار ال 24 ساعه انت عندك ظهور. دي قصه كبيره جدا لو الناس عايزانا نستفيد فيها، فمن هنا الاهلي مختلف، والاهلي ما حدش هيقدر يحصله في هذا السوق بالذات تحديدا، لان كل يوم عنده جديد وعنده ما شاء اضافات الله. فيه. الحاجه الثانيه بقى، يمكن احنا السنه دي كمان عملنا حاجه جديده في الرعايه برضو، يعني برضو ده الناس، احنا الاهلي دايما هو حظه كده ان هو بيقدم النموذج الجديد عشان يخدم صناعه، مش بيخدم بس النادي الاهلي، ده بيخدم صناعه الرياضه المصريه، ان هو بيقدم لها النماذج، والناس الحمد لله ثقتها في النادي الاهلي بتاخذ هذه النماذج وتنفذها. المره دي احنا حطينا مسميين مع بعض، عملنا الراعي الرئيسي والشريك التكنولوجي، لان احنا عارفين النهارده ان التكنولوجيا هي اللي بتقدر تخلي لغه التواصل ما بين جماهير والنادي، والنادي ايضا هي اللي هتبقى الفيصل، وبالتالي الشركه بامكاناتها التكنولوجيه الكبيره المبدعه ان شاء الله هتمكن من جماهير النادي الاهلي من ان تكون هناك استمتاع اكثر بالمعلومات، استمتاع اكثر بالمحتوى، استمتاع اكثر بالتواصل مع نجومها المفضلين، ده كله هيبقى ايضا التكنولوجيا هتلعب دور فيه، لان احنا مؤمنين ان التكنولوجي هو اللي هيدخلك الى عالم المستقبل النهارده، لان على مدار ال 24 ساعه جمهور النادي الاهلي عنده شغف بالمعلومه، عنده شغف بالخبر، عنده شغف بالصوره، عنده شغف بالفيديوهات اللي موجوده، فده كله من خلال منصات اعلاميه يجب ان هي تتم تطويرها بشكل مستمر تكنولوجيا، فده هيبقى ايضا الشريك بتاعنا ان شاء الله هيبقى احد المطورين التكنولوجيين لكل المنصات الرقميه للنادي الاهلي، دي برضو حاجه جديده احنا بنشتغل عليها. والمره دي بقى الاجدد خالص ان احنا بقى في علاقه مباشره بيننا وبين الراعي، يمكن حضرتك يا استاذ ابراهيم تتذكر زمان او لحد العقد اللي فات احنا كنا بنبيع الحقوق كلها للوكاله، وما كانش في علاقه مباشره ما بين النادي والراعي، لا المره دي بقى الصوره بقت منعكسه، الراعي بقى فيه علاقه مباشره، يمكن التوقيع كان بالامس مع النادي الاهلي بشكل مباشر ومع الراعي بشكل مباشر ايضا، يعني كان عندنا شراكه استراتيجيه، واسمح لي ان انا من خلال برنامج حضرتك اتوجه بالشكر الجزيل للشركه المتحده للتسويق الرياضي والخدمات الاعلانيه، طبعا ده المسوق الحصري بالنسبه لنا دلوقتي، وده تكنيك احنا بنتبعه ده الكبرى، وده التكنيك ده ما تقدرش تعمله الا ما يكون عندك علامه تجاريه قويه قادره على ان هي تقدر تقف على رجليها لوحدها وتقدر تبيع نفسها من غير اي دعم من وكالات تسويقيه مصاحبه، فاحنا عملنا كده المره دي ان احنا بنبيع احنا مع الوكيل الرسمي بتاعنا اللي هو المسوق الحصري، فاحنا بنشكرهم كتير كتير على المجهود في الحقيقه والخبرات الكبيره اللي هم قدموها لنا في الفتره اللي فاتت للتواصل مع كبار العملاء الموجودين في السوق وعلى راسهم طبعا شركه اتصالات. ده طبعا برضو حاجه احنا بنعملها، ونادي الاهلي دايما هو اللي بيقود اي عمليه تغيير بتحصل في صناعه الرياضه، صحيح. والحمد لله احنا اللي خدنا التغيير ده، واول نادي يعلن عن هذه العلاقه بهذا الشكل بعلاقه مباشره مع الراعي الحمد لله. يمكن البعض طبعا هيبقى شغوف جدا ان هو يعرف بعته بكام، بعته بكام، بنطمن جمهورنا ان احنا بعنا بالزيادات ما حققناش على طوال تاريخنا اللي فات، وانا يمكن في المؤتمر امبارح سردت كده بشكل سريع جدا تطور القيم بتاعه الرعايه من 300,000 جنيه بدات في 78 79 وبعدين راحت لسبعه وبعدين راحت ل 24 وبعدين 76 وبعدين 146 وبعدين راحت ل 231 وبعدين 510، كل الناس تقعد بقى تحسبها، شوف كل الزيادات دي فيها زيادات في بعض السنين وصلت 140% ووصلت 150%، احنا المره دي بعنا بنسب زياده اعلى من كل الارقام التاريخيه الحمد لله اللي حدثت في تاريخ النادي. الجديد ان انا بضيف شريك تكنولوجي وبضيف مسوق حصري هو الوسيط
بقى الراعي الرئيسي النهارده، الراعي الرئيسي بقى الشريك الرسمي، بقى الراعي الرسمي والشريك وشريك تكنولوجي. التكنولوجي. طيب فده النهارده احنا برضه بنغير في مسميات الرعايه الحمد لله، ودي بتعكس قد ايه انك انت حضرتك قادر كنادي اهلي تقدر تدي مزايا وفوائد للرعاه لا يستطيع الاخرون تقديمها، وبالتالي الشركات الراعيه بتبقى حريصه على ان هي تفوز برعايه النادي الاهلي وتقدم فيها الارقام الماليه التي تناسب قيمه الفوائد اللي هي تحصل عليها، وده بينعكس كتير على الاهداف التسويقيه بتاعتها والاهداف الاستراتيجيه بتاعتها. ده كلام مهم جدا يا دكتور. هل احنا خلاص اتصالات مصر الراعي الرئيسي، الباقي ايه؟ كم راعي اخر؟ الحمد لله احنا انهينا بالفعل ستة رعاة على التيشيرت موجودين الحمد لله، تمام، انهيناهم، ويوم ان شاء الله 30 اللي هو بعد الجمعيه العموميه اللي هيبقى يوم الاربع ان شاء الله هيبقى عندنا مؤتمر صحفي لتقديم البنك الرسمي للنادي الاهلي الجديد، وهو بنك ابو ظبي الاول ان شاء الله، وده هيتم اعلان عنه في مؤتمر صحفي ايضا في مقر النادي الاهلي بالجزيره ان شاء الله يوم 30 مؤتمر ابو ظبي ان شاء الله. بقيه الرعاه راعي فقط، ما هو الشريك تكنولوجي، يعني الشراكه التكنولوجيه قاصره على الرئيس، قاصره على الشريك الرئيسي الراعي الرئيسي، تمام. واحنا بنحتفي بهذه النقله الكبيره في عالم التسويق يا دكتور، بنتاهب لافتتاح هرم رابع جديد للاهلي في القاهره الجديده، ماذا يضيف ده للقيمه السوقيه للنادي الاهلي؟ اول حاجه انك انت اولا انت عندك كل ما كانت عندك يعني اصول ثابته كبيره جدا، ده طبعا بينعكس على حجم القدرات الماليه اللي عند حضرتك، وكل ما كان الاداء المالي، وده برضو مهم الناس تبقى عارفاه ان الاداء المالي قوته ايضا بتنعكس على التعاقدات التسويقيه بتاعتك اللي موجوده في السوق، لان كل ما كان عندك استقرار مالي كل ما كان عندك قدرة على الوفاء بالتزاماتك المالية تجاه الغير، تجاه الغير ده كتير قوي بالنسبة للنادي الأهلي، تجاه اللاعبين، عقود اللاعبين الضخمة اللي النهاردة بقت بتوصل لأرقام مالية كبيرة، فبالتالي أنت بتبقى عندك أفضل المواهب الرياضية لأنها عندها طمأنينة في أن هي مستحقاتها المالية سوف يتم سدادها في التوقيتات المحددة وفقا للعقود، وبالتالي بيبقى عندك أفضل المواهب، معناها أنك عندك أفضل استدامة في الإنجاز الرياضي. استدامه في الانجاز الرياضي يعني ايه؟ يعني عندك استمراريه في تحقيق البطولات الرياضيه بشكل مستمر، لما تيجي تعمل احتماليه زي النهارده احنا بنلعب في كاس العالم النهارده، بمناسبه كاس العالم بنهني ايضا دوله قطر، ويمكن كان في رساله كريمه من الكابتن محمود رئيس الاتحاد القطري لتهنئته بالتنظيم الراقي والافتتاح الراقي، لان كان في دعوه كريمه ايضا من رئيس الاتحاد للكابتن محمود، لكن نتيجه للظروف الصحيه الكابتن محمود يعني ما قدرش يسافر في المباراة الافتتاح، لكن ان شاء الله في احتمالية كبيرة انه يكون موجود في المباراة النهائية. النهارده لما نيجي نبص على الترشيحات لازم هتيجي البرازيل في الترشيحات في المقدمة طبعا. حتى على الرغم من فرحتنا بفوز الشقيقة العزيزة المملكة العربية السعودية في المباراة امام منتخب الارجنتين، ستظل الارجنتين ايضا واحدة من المرشحين طبعا. فبالتالي النادي الاهلي احتمالياته وصوله للمباراة النهائية هي بيبقى من الاحتمالات رقم واحد، والدليل على كده الأرقام، أنت آخر ست بطولات أفريقية أنت لعب خمسة نهائي. صحيح صحيح. واخد بال حضرتك؟ آه. فده النهاردة كل التحليلات دي بتنعكس نتيجة لأداء مالي قوي جدا جدا، فبالتالي الاستقرار المالي اللي موجود في النادي الأهلي هو واحد من المقومات الرئيسية للدخول في شراكات استراتيجية طويلة المدى، لكن لأن عقد الرعاية وعقد البث أربع سنوات، وعلى فكرة بالمناسبة برضو أنا يمكن ساعات الناس بتهتم جدا بالرعاية وبتهتم جدا بالبث لأنهم الأعلى قيمة، لكن أنت النهاردة عشان تبقى حضرتك عارف وجمهورنا الكريم وجمهورنا العظيم عارف وأعضاء جمعيتنا العمومية الموفرين اللي احنا بنفتخر بيهم أيضا، هم النهاردة عندنا 22 عقد تجاري. طب هم فين 22 عقد تجاري؟ احنا عندنا عقد المورد الرسمي للملابس الرياضيه، وده النهارده القيمه السنويه بتاعته بتوصل ل 40 مليون جنيه بتاخدهم غير الملابس اللي بيتم توريدها، ده برضو واحد من العقود. عندنا اربع عقود في المجموعه الاقتصاديه، عندنا عقد حقوق تسميه، عندنا عقد حقوق الاستغلال الاعلاني لاسوار النادي الاهلي، عندنا عقد النهارده فرع الاهلي بالاقصر، دي كلها عقود تجاريه موجوده بتعتمد على العلامه التجاريه للنادي الاهلي في الحقيقه. طيب دكتور، الجديد لاهل التجمع في ميعاد محدد للافتتاح؟
ان شاء الله باذن الله النهارده الصوره بقت عندنا بشكل واضح جدا. يمكن احنا النهارده الكابتن محمود الخطيب وكان معاه اعضاء مجلس ادارتنا المؤخرين وكان معانا الهيئه الهندسيه اللي احنا طبعا اللي بتنتمي لقواتنا المسلحه اللي احنا بنفتخر ايضا بيها، وده بيعكس حجم التعاون اللي بين النادي الاهلي والمؤسسات الوطنيه المصريه في الحقيقه في تنفيذ كل مشروعاته الاستثماريه واستثمار هذه الخبرات الكبيره والدقه المتناهيه من قبلها في تنفيذ مشروعاتنا الضخمه، وكان منها مشروع الاهلي بالقاهره الجديده. النهارده كان في زياره استمرت اكثر من 6 ساعات في الحقيقه، قعدنا هناك وراجعنا بكل الملفات بكل التوقيتات الزمنيه بتاعتها، وفي النهايه في نهايه اليوم في الحقيقه اللي يمكن الزياره انتهت من يعني اكثر من اقل من ساعتين كنا موجودين. الحمد لله قرر المجلس الحمد لله اللي كانوا موجودين من الجمع الحضور ان شاء الله يوم 3/12 بعد انتهاء الجمعيه العموميه، لان حضرتك عارف عندنا ان احنا هيبقى عندنا الجمعيه العموميه يوم 28/29 وعندنا مؤتمر يوم 30. يوم 3/12 هيتم تسكين جميع الجهاز الاداري لفرع التجمع بالكامل. 3/12 تسكين كل الجهاز الاداري في التجمع. كل الجهاز الاداري بالكامل، ده هيتجاوز العدد ده تقريبا هيقترب من 800 موظف وزميل هيبقوا موجودين خلاص، هيتنقلوا ان شاء الله يوم 3/12. اداره الاشتراكات، اداره الحسابات، اداره المشتريات، اداره شؤون اداره الموارد البشريه، طبيه ملاعب التنس، اداره الامن، اداره الخدمات، كل ده الحمد لله انا بكلمك كده اهو بالادارات كلها بالكامل. ويبدا الفرع استقبال الاعضاء الجدد. هيبدا من يوم 16/12. شوف احنا بنتكلم بقى عشان برضو الناس تبقى الجمهور معانا واعضائنا الموقرين متابعين معانا ان احنا بنشتغل ازاي. اشتغل بمنهجيه علميه محدده في الحقيقه وواضحه. هيبدا عمليه تجريب كل التطبيقات التكنولوجيه اللي مستخدمه في الفرع، لان عارف حضرتك ان في ربط مع الفرع المقر الرئيسي المركزي على سبيل المثال في الاشتراكات العضويه، مع اداره الحسابات، مع اداره المشتريات، كويس. مع كل الادارات دي هيتم تشغيل كل النظم الالكترونيه اللي بتعمل الربط ما بين القاهره الجديده والمقرات المقر الرئيسي ومختلف مقرات النادي الاخرى ان شاء الله. يوم 16/12 ان شاء الله هنبدا عمليه التجريب، وعمليه التجريب دي احنا ان شاء الله هنبدا نستقبل الاعضاء اللي عندهم رغبه في الوقوف على الصوره المشرفه اللي فيها التجمع في الحقيقه، وده هنستقبل من يوم 16/12 ان شاء الله لتجربه سواء كانت الوحدات الرئيسيه من ملاعب وايضا من غرف خلع ملابس ولا اخره للاعضاء للوقوف على في الحقيقه الشكل العام لمقر القاهره الجديده. ثم في خلال من شهرين لشهرين ونص هيبقى في حفل كبير ان شاء الله للافتتاح الكامل لفرع التجمع ان شاء الله باذن الله، بعد ما تكون الشركه المنفذه انهت كل الترتيبات الخاصه بعمليه التشغيل الكامل لفرع التجمع باذن الله. طيب احنا كمان هنعمل حاجه من يوم 16، هنبدا نستقبل كمان الـ 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 الافراد اللي عندهم الرغبه للانضمام لعائله الاهلي، وان هم يشوفوا بقى بعينيهم الرؤيه الحقيقيه للتحفه الفنيه في الحقيقه اللي احنا يمكن كنا بنصورها في الفتره اللي فاتت، ويبقى في زياره ميدانيه عشان من له الرغبه في الاشتراك يبقى شاف الموضوع على ارض الواقع حقيقه واقعه، وله الفخر بان ينضم لعائله الاهلي الكبيره ان شاء الله في كل المقرات الرئيسيه بتاعت النادي الاهلي. ده شيء رائع جدا يا دكتور. اخيرا وانت قيمه علميه مدققه وانا عارف ده، الاهلي في تعظيم القيمه السوقيه بتاعته احنا بنتكلم في 144 بطوله في كره القدم متنوعه، يعني ثابت ومسجل الاهلي الثاني الاكثر تتويجا بعد ريال مدريد على مستوى البطولات القاريه والدوليه. على مستوى بطولات كره القدم المتنوعه احنا عندنا 144 بطوله، وتقريبا الاهلي الاكثر حصادا في الرقم ده على مستوى العالم. هل ممكن يبقى فيه اهتمام ان احنا نخاطب اداره زي اداره موسوعه الارقام القياسيه العالميه والاتحاد الدولي لتوثيق هذا الرقم واعتماده رسميا؟ يعني خليني اشارك حضرتك كمان ان احنا بالفعل يعني الاتجاه ده ايضا تم مخاطبه النادي الاهلي بيه، مش بس في كره القدم، ايضا في كره الطايره حضرتك لو عندنا الرقم عندنا الرقم القياسي الاعلى في تاريخ هذه الرياضه، وفي الحقيقه في بعض الجهات اللي بدات تتواصل مع النادي الاهلي لتوثيق هذه الارقام
في الموسوعات الرقميه العالميه، لان ده هيبقى باسم النادي الاهلي ان شاء الله. وكمان انت حضرتك لمست حاجه مهمه جدا، النادي الاهلي يمكن هو اكثر الانديه حمايه للملكيه الفكريه بتاعته داخل القاره الافريقيه، وده على فكره برضو بيؤدي لحاجه احنا بنبقى عاملينها في الشغل بتاعنا، اللي هو ممارسات الكمين التسويقي اللي بتحصل على انتهاك العلامه التجاريه. فالاهلي عنده اكبر قدر من الحمايه لحمايه شركائه الاستراتيجيين والتجاريين، وبالتالي هم بيخشوا معاه في الشراكات دي، وهم مطمئنين لانه هياخدوا الحقوق اللي النادي الاهلي بيتعاقد عليها، اللي ممكن في بعض الاحيان من بعض الاطراف الاخرى ما بيقدروش ياخدوا الحقوق اللي تم التعاقد عليها. موفق دايما يا دكتور، والف الف مبروك لكل جماهير الاهلي الانجازات الكبيره ديت. الاهلي ومبروك لجماهير الاهلي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للدكتور سعد الشلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، واعتقد كلام يعني يفخر به ويسعد كل اهلاوي.